شكل السماء لكن قبل ذلك بكينا مرينا على أكثر من دكتور عشان حتربيته ما بصراحة ما كانوا يقبلوا يعملوا لها لا فحص ولا أي إشكالية. إحنا اليوم بعد العملية صرنا نشوف بتذاك من الضوء، صارت يعني تعمل حركات ما كانتش تعملها زمان، ما كانت صارت تفتح عينها عشان تشوف شغلات زي بصراحة كلياتها هاي الأشياء ما كانت تعملها قبل. الحمد لله اليوم احنا في احسن حال بالنسبه لعينها، بحاله التقطير كانت زمان ما تتاثر في القطر، لما نيجي نحط القطر حطها طلع بشكل وحط عيني بتغمض، كانت زمان ما تغمض ولا تشوف انه في شيء جاء عليها. اليوم لا، بس نحاول نقرب ايدنا عليها او نحاول حدا يقرب عليها بتغمض مباشره، بس يترمش. هذا كان زمان مشان نضحك عليها عشان نكترها اليوم، وكان زمان نكترها بكل سهوله. اليوم نضحك عليها عشان نحط القطرة ونمسك عينها ونمسك عين نفسها عشان نكترها، لأنه صارت تحس إنه بيجي عليها هذا. شو الحكي؟ تتحدثون ولا أرى منها أثر. هل هذه بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الحمد لله على سلامة البنت الصغيرة اللي عملنا لها العملية هذه. طبعا هذه البنت تعاني من متلازمة نادرة الحدوث في العالم كلياته، التجارب عنها في عمليات العيون محدودة جدا لما بحثنا في أدبيات طب العيون في السابق. هذه البنت طبعا كانت تعاني من ساد أبيض زائد تليفات في الحجرة الخلفية في السائل الدجاجي. بالفحص الأول يتبين أنه هي بتشوف يعني بصيص خفيف. بما انه موجود عندها اللي هو عتامه على العدسه زائد اللي هو تليفات في السائل الدجاجي، حكينا احنا ممكن نعطيها امل انه في مجال تشوف، خاصه هذه طفله صغيره عمرها اقل من سنه. الاطفال معروف عندهم انه ممكن يكون عندهم شيء نسميه بلاستيسيتي اللي هي مرونه، ممكن يتصرف بعكس ما انت تتوقع او باكثر ما انت تتوقع. فبعد الاتكال على الله عز وجل عملت لها العمليه هي عباره عن ازاله السائل الابيض زائد قص السائل الدجاجي الامامي مع كورفيتريكتومي. طبعا كثير اطباء رفضوا يعملوها لعده اسباب. السبب الاول انه بيعتقدوا انه هي اصلا ما بتشوف اصلا، وبالتالي عبث انك تعمل العمليه. السبب الثاني اللي هو صعوبه العمليه لانه العين صغيره الحجم، حتى العين من جهه ثانيه اذا ملاحظين هي اصلا لا ترى فيها اصلا، ما يوجد فيها عين اصلا، اللي احنا بنسميها اينوف ثانيه، ما فيها عين اصلا حقيقه. فلذلك ما حد يعني حاول انه يعني بعد عملنا العمليه من قبل عملنا العمليه، وهذا الجزء الحالي الرابع والخامسه، يعني في درسين مستفادات من هذه القصه. القصه الاولى، اول درس مستفاد، انه احنا دائما ما نفقد الامل عند الاطفال. الاطفال بفضل الله عندهم مرونه عاليه، تجاوب ممتاز للعمليات بشكل احسن ما احنا نتوقع. فنعطيهم فرصه، يعني نفرض جدلا انه هذه البنت لا ترى اصلا، عملت لها العمليه، شو انا راح اضرها لو عملت لها العمليه؟ هل راح تبطل تشوفني؟ اصلا ما بشوف اصلا، ولكن بالعكس انا اعطيتها فرصة كانت هي مش موجودة عندها أصلا. فهذه النقطة الأولى. وبالتالي إحنا الطفل دائما نعطيه فرصة، إذا كان في عنده فرصة ولو واحد بالبليون خلينا نعطيها الفرصة هذه. السبب الثاني أو الدرس الثاني المستفاد، إنه دائما أهالي خلينا نحكي عندهم أطفال عندهم متلازمة زي هذه المتلازمة، هم يعني حرام أهالي نعتبرهم منكوبين، هم مساكين يعني بالأخير في حال إنه بحيث يتوقفون عندهم الأمل موجود، ويكون نعطيهم الواقع كما هو ولكن بشكل لطيف، من غير اللي هو يعني استفزاز لمشاعرهم اللي اصلا هي اصلا جياشه بحاله زي هيك. فالحمد لله رب العالمين هذه المتلازمه عالجناها الحمد لله رب العالمين، صارت البنت تشوف بعض اللي هي من هذه البدايات اللي هي ما بعد العمليه، يعني العمليه صارت تقريبا اسبوع او اسبوعين بلشت تستجيب معنا. الاهل لاحظوا انه هي بتحاول تفتح عينها حتى تشوف بشكل كويس، لانه العين اصلا فيها تشوهات لعضلات حوالين العين
بالاضافه للجفون، وهذا راح نروح عليه بمرحله ثانيه ان شاء الله ونعالجه. فصارت تستجيب بشكل افضل لما احط لها الضوء، صارت تضحك معانا بدون صوت ولا شيء نهائيا. الوالده بتحكي انه كنت لما اقطرها انا سابقا كانت مقطرها وهي غايبه عن الوعي تماما، هسه حاليا لما قطرها صارت تنتبه وصارت تحاول تمانع موضوع القطره او حد يقترب من عينها، وهذه كلها علامات ايجابيه ان شاء الله. البنت اليوم عندها امل انها تشوف ان شاء الله، مع التطور العلمي ان شاء الله لقدام اكثر ممكن نعمل اشياء ثانيه. شكل السماء